ماذا عملت فيما أعطيتك؟ فيقول: يا ربي ما تركت بابا ينفق فيه في سبيلك إلا أنفقته، وضعت مالا في ذلك المسجد، وبنيت بيتا لأولئك الفقراء، وتصدقت على أولئك الأيتام، وساعدت تلك الأرملة، ما تركت بابا ينفق فيه المال للصدقة إلا أنفقت فيه لأجلك. فيقول الله تعالى: كذبت. يعني ما فعلت ذلك لأجلي، كذبت. وتقول الملائكة التي سجلت عمله، تقول له: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد، ليمدحك الناس، حتى يقول الناس: فلان ما قصر، تبرع لذلك المسجد، وفلان هو القائم على هؤلاء الأيتام، وفلان هو الذي رفع عن فلان الضائقة المالية التي نزلت به. إنما كنت ترجو أن يمدحك الناس، أن يثني عليك الناس، أن يشكرك الناس، وإنما أنفقت ليقال جواد. فقد قيل: الذي كنت تسعى وراءه تحقق. فقد قيل: عمل العمل لا لأجل أن يرفع الله قدره في الآخرة، ولا لأجل أن يفرح الله تعالى بهذا العمل ويأجره عليه، كلا، وإنما ليسمع ثناء الناس ومدحهم وإعجابهم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون.